تليفون خدم بوحدو غير حيت درت هكا. هلا هلا مازال ما قادينا. هذا قانون التسخير، هذا قانون التسخير. عندك بعد ما رحل حيت شي حاجه كدي على طبق من ذهب كتقول او ماي جاد كيفاش وصلت لهذ الحاجه. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا لاباس، تكون صحتكم مزيانه، وان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في افضل حال. الا كنتوا اول مره كتشوفوا لاشين ديالي معاكم شيماء بوتيري، مرحبا بكم. عاد من كثرت ما كنت كنقول معاكم شيماء بوتيري كيقولوا صافي وبارك، عرفناك سميتك شيماء بوتيري بارك علينا. وفي اخر الفيديو ديك استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه ان شاء الله. المهم بما انه احنا في شهر رمضان ورمضان مبارك كريم ويدخل عليكم بالصحه والسلامه وبطول العمر ان شاء الله، واليوم كنسجل لكم فيديو من اول ايام رمضان الحمد لله. بعد اليوم فقط قريت اديستونس ومشيت لابلاج ومشيت هبطت المدينه قديت واحد الغرض، وانا داخله دابا مع الوحده ونص وباقي الحال يلا الوحده قال قسمين، فقلت سجلوا بعدا فيديو عاد نمشي نقراو. واليوم اعزائي وعزيزاتي الموضوع اللي بغيت ندوي معاكم فيه واللي هو قانون التسخير. المهم كاينين مجموعه من القوانين انا شخصيا اؤمن بها وارى انها تتجلى في حياتي، فقلت علاش اللي ما ندويوش على هذا الشيء، اولا علاش اللي ما نديرش هذا الشيء في يوتيوب يعني يستافدوا ناس اخرين. كنحس انه بما انه كنقدر نعطي منفعه للناس في بزاف د الحوايج، فكتحس انه عندك مسؤوليه ديال انه لازم تشارك مع الناس حاجات اللي انت كتعرفهم، ولا كتشارك مع الناس حوايج اللي انت سير كتعلم فيهم. ما يمكنش الواحد يكون كيعرف كلشي، شخصيا مازال كنتعلم، وكل ما تعلمت شي حاجه جديده كل ما كنشوف راسي انه مازال انا نقطه في بحر، او نقطه في رمال، او نقطه في سبحان الله. يعني كاينين بزاف ديال الحوايج انا كنستافد منهم يعني على مر هاد السنين، والتجربه ديالي في السوشيال ميديا كانت اكثر تجربه اللي خلاتني نتعلم بزاف ديال الحوايج، ولا اللي خلاتني نشوف بزاف ديال الحوايج. فشنو هو اعزائي وعزيزاتي قانون التسخير؟ يعني ككلمه قانون التسخير، يعني كنسمعوا بزاف المرات انه كاين اشخاص يعني مسخرين لاشخاص اخرين. لنفترض انه كاين عندنا واحد الاب او الابن، يعني مثلا هذاك الابن فاش كيبغي يدير شي حاجه ليه هوايا فراه كيسخر ليه الله الاب ديالو باش انه يقضي ليه دوك الحوائج ديالو. وفاش كيكون هذاك الاب مثلا بغى يقضي بعض الاشياء اللي هو كيعتقد انه صعيب عليه او كيستعصى عليه، فكيسخر سيدي ربي ليه الابن ديالو باش هكا يقضي ليه دوك الحوايج. نعطيكم مثال، بعض المرات راه حنا كنكونوا مسخرين للناس اخرين. شخصيا كنمشي على رجليا البلاصه اللي كنقرا فيها، وبامال فوا كنكون غاده بواحد لافيتيس وغاده غاده وباقي الحال غاده هكا هكا هكا، فاذا بيا كنلقى شي مراه متقله او لا شي مراه هزه بزاف د الحوايج او شي حاجه بحال هكا، وتنقول سبحان الله انا يمكن نكون دايزه في هاد الوقيته بالضبط لان سيدي ربي سخرني ليها، علاش نعاونها او موا غير حتى تشد طاكسي او لا او موا غير حتى توصل ديك البلاصه اللي بغاتي، يعني كتكون عندي واحد المسافه. وفاش كنكون غاده معاها كنسمع بعض الرسائل وكنسمع شي حوايج كتقولهم ليا، وتنقول هادو رسائل الكونيه وغادي ندوي عليهم ان شاء الله في الفيديوهات القادمه ان شاء الله. ففي المجتمع ديالنا او في العائله او مع الاصدقاء او في علاقاتنا بعض المرات كنلقاو مثلا واحد الشخص نقدروا نقولوا خدا الباك مشى دار بزاف ديال الحوايج وكان عنده التسخير من بزاف ديال الحوايج، وهذا ما حنايا كمجتمعنا ما كنقولوش بلي هذاك السيد راه كانت مسخره ليه الامور، لا كنقولوا بلي هذاك السيد يا اما عنده وسيطه يا اما عنده يا اما دار غش يا اما شي حاجه يعني كانت عنده وسائط او لا غش او لا مهم شي حاجه بحال هكا. مستحيلات من المستحيلات ان نقولوا شي شخص هذاك شخص ذكي وراه خدمته اللي خلاه يوصل هذاك البلاصه، او لا راه هو كان مثابر وكان كيدير بزاف د الحوايج وخدمته خلاته يعني ديك العزيمه ديالو الاراده خلاته يوصل لواحد المرتبه. لا
الا كنتي مازال ما كتقدرش تقول هادشي على الناس اخرين، فعرف راسك راك انت مازال خاصك تخدم على بزاف د الحوايج. والا كنتي العكس، يعني فاش كتشوف شي شخص وكيوصل لواحد الحاجه وكتقول اه سبحان الله داك السيد كان مجتهد، سبحان الله هذاك السيد كان عنده واحد العزيمه واحد الاراده، حتى سخر ليه سيدي ربي بزاف ديال الاشياء. وهذه نقطه اللي هي مهمه جدا. حاجه اخرى، بعض المرات كيجي شي واحد كيقول لك انا درت مشيت لها الطريق ودقيت هذا الباب ومشيت عدد الناس ومشيت عد هذه ومشيت عد هذه ومشيت عد هذا، ومن بعد يعني ما تجلاش لي داكشي اللي من المفروض يتجلى. فواش دابا نقدر ندير التسخير من الله يعني يا ربي سخر لنا هذا يا ربي سخر؟ مي هو كان من المفروض يعني من اول ما بغى يبدا هذيك الخطوه كان خاصو يامن بالتسخير وبقانون التسخير وباللي سيدي ربي راه غادي يسخر لي ناس في طريقه. غير هو كاينين بعض المرات مثلا انا بغيت ندفع واحد الخدمه، ولا مثلا انا بغيت نقلب على شي حاجه، يا اما كيسخر لي سيدي ربي واحد الاشخاص. مي هذوك الاشخاص بعض المرات يقدروا يكونوا اشخاص اللي هما يعني غيسرقوك، او اشخاص اللي هما غلط، او اشخاص يعني من هذا القبيل. يعني انت كيخصك تكون كتميز ما بين الاشخاص اللي هما سخرهم لك سيدي ربي باش انك تخدم على واحد الحاجه، او الاشخاص هما جاوا في طريقك باش يكونوا درس، او باش يكونوا راه قراصنه وخاصك تنتبه منهم. يعني انك تولي تفرق ما بين هاد الحاجه وهاد الحاجه. السؤال اللي ممكن نسولو، كيفاش كنعرف راسي انه انا فعلا عندي قانون التسخير، او لا انا كنعمل بقانون التسخير، او لا كيفاش يولي عندي قانون التسخير؟ خاصكم تعرفوا واحد المعادله. مثلا انا ما يمكنش نجح في واحد الحاجه الا ما خدمتش ومتوكلتش على الله ومطلبش التيسير ومطلبش التسخير. فسيدي ربي ديك الساعه كيوصل ليا ناس في طريقي، اما كيكون زميلي في العمل كيعاونني، او زميلي في القسم، او مثلا يقدر يكون واحد من الاقارب ديالي جاب لي واحد البركه وقال لي ها انت هاد الفلوس خودها خلص بها كذا كذا، او هاد الفلوس عاون بها راسك حتى تخدم، او لهادي او لهادي. يعني هذا داخل في التسخير. يعني شنو هو؟ يعني هي كاين واحد المعادله، كل ما اجتهدتي وكل ما طلبتي من سيدي ربي انه يسخر لك امر ما، وكان عندك اليقين باكيد الا كنتي شخص لا يؤمن بوجود الله، او لا يؤمن بالديانه، او لا اعتقد ان هذه الاشياء غادي تفيدك، او ان هذه الاشياء غادي تجل عندك. ولكن الا كنتي شخص يعني يؤمن بالقدر ويؤمن بالعديد من الاشياء، ويؤمن باللي كاينين شي حوايج نقدروا نصادفوهم في حياتنا تقدر تشكل لينا فرق او لا تسخر لينا كيف ما قلت لكم، في هذاك الحال كيكون عندك قانون التسخير شيء فعال. نعطيكم واحد المثال انا شخصي. انا اليوم قلت لكم باللي عندي بزاف ديال لي طاش وداك الشيء، وكنت كنفكر كيفاش غادي نقدر ندير هذا الشيء كامل فهاد الوقت، وانا ملزمه بوقت وعندي خدمه وعندي قرايه وعندي بزاف الحوايج. فقلت ماشي شنو ندير، لا يصبح ويفتح. فاذا به والدي كيقدم لي الساروش مع الصباح، كيقول لي هاكي خدي الطوموبيل حتى تكوني جايه مع الثلاثه وترقيدي معاك. فما هذا قانون التسخير، هذا قانون التسخير. بعض المرات كتكون كدير شي حاجه، فاذا به شي واحد كيجيب لك شي حاجه كيقول لك ها انت هاد الحاجه دير بها كذا كذا، او لا انا غادي في طريقك، او لا انا هذا، او لا انا هذا قانون التسخير. يعني كيجيو ناس كيتسخرهم ليك سيدي ربي في حياتك باش توصل واحد لوبجيكتيف بغيتي. وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا. فكيف ما قلت لكم تقدروا تكونوا وناس نتوما مسخرين لناس اخرين، فإلا كانت عندكم هذه القدره انكم تعاونوا ناس اخرين، او لا توجهوا لهم بزاف ديال الحوايج، او لا تقدموا لهم خدمه، فما تضيعوش هذه الفرصه، لانها كانتي داخل في الكارما وهادشي غادي يرجع لك من بعد. ولكن كل ما كنت انسان مجتهد وكيامن بالكون وبالقوانين الكونيه، فراه اكيد غادي تسخر لك بزاف ديال الحوايج. كل ما كان عندك ايمانك قوي، وكل ما كنتي انسان يعني باغي توصل لواحد الحاجه، او لا باغي دير واحد الحاجه، فكون متاكد مليون في المية انه غادي يجيو ناس غيتسخروا ليك باش يقضيو ليك هذيك الحاجه، او لا باش يعاونك حتى توصل واحد الحاجه مهمه او لهدف مهم.
وراه كاين فرق ما بين قانون التسخير وقانون التيسير وقانون التوكل وقانون السعي وغيرها من القوانين. نحاول ما امكن اعزائي وعزيزاتي اننا نشوفوها في الاسابيع القادمه ان شاء الله. كاين نماذج كثير على التسخير، مثلا مراه يعني مسخر لها زوجها باش انه يدير لها بزاف ديال الحوايج، ما كاين الناس اخرين نقولك هذا سحر عليا ولا هذا شوج دايره عليا، ما يمكنش يكون اللي بغاتك يصوب عليها، اللي بغاتك يدير عليها، اللي بغاتها كتلقاها. اولا بعض المرات كيكون شخص يعني مسخره ليه واحد الزوجه صالحه كتعاونو في البيت، كتدير لي بزاف د الحوايج كيف ما قلت لكم، بحال كيف ما كاين الشكل مع الاب والابن او الابن مع الاب، حتى الزوج والزوجه. ولكن حنا عندنا كنقولوا لا هذاك راه واقيلا ساحره ليا، ولا هذاك راه واقيلا كيضرب هذاك الشيء علاش كيدير هكا، ولا فهمتي. دائما عندنا اشياء اخرى، لانه قانون التسخير هو قانون دائما متواجد امامنا، ولكن حنا ما كنحاولوش اننا نشوفوه، ولا مازال ما عندناش القدره ديال اننا نفسرو بهذيك الطريقه ديال واو وقعت لي كذا كذا فانا انسان مسخر، ولا انسان تسخرت لي هذه الحاجه اولا. ركزوا دابا، جلسوا وشوفوا عدد المواقف اللي طحتوا فيها، فاذا به انسان كيجي عندك مسخر لك، فاذا به شي حوايج كتجي عندك بحال شي حاجه كتجي على طبق من ذهب، كتقول او ماي جاد كيفاش وصلت لهاد الحاجه، اولا كيفاش طرا لي هاد الشيء، اولا كيفاش هاد الشيء، ما فهمت والو صراحه. راه كيف ما قلت لكم تقدر تكون شخص باغي يطلب يعني خدمه اولا تمشي لشي بلاصه، وفائده بك يجي عندك شي واحد محض الصدفه كيقول لك مثلا انا نقدر نقضي لك هاد الحاجه، واش هاد غيكون هادي واش كذا، ولا تقول كيفاش بهاد السهوله وبهاد الليونه بهاد الشكل هذا. ما قلت لكم قانون التسخير هو حاجه موجوده في الكون امامنا دائما، غير حنا كنلقاو صعوبات اننا نفسروها لراسنا، اولا كنلقاو صعوبات باش اننا نشوفوها. فلهذا حلوا عينيكم وشوفوا الاشياء اللي قدامكم، او لا شوفوا بزاف ديال الحوايج راها من بعد ما غادي نكملوا هاد القوانين غادي تقولوا اوه كاينين بزاف ديال الحوايج ما كناش فاهمينهم بهذه الطريقه. حتى الرسائل الكونيه كتلعب دور كبير، كاين ضروري ما غادي نوريها لكم ان شاء الله.